صباح الخير، تين خبرك نشفي. أول شغلة، إذا بدنا نحكي عن قصة ستراسبور بفرنسا يلي وراها الجهاز الأمني الإيراني السوري حزب الله اللي نفذ العملية، أو إنه مؤمن وطويش ما نعرف إيش ومؤمن بأفكاره هيدي هي، أو إنه ديركت على النظام الإرهابي المخابراتي بإيران وبسوريا وبحزب الله، ومشينه المصريات بيعمل كل شيء كيمشينه، لأنه القادة تبع داعش والتطرف والتعصب اللي عم بيصير هني وراه. كان حافظ الأسد يستعمله، يخلق المجنون ويزته بالشارع ويروح على الدول الغربية، يعطوني حق المستشفي العصفورية تضب الكنية. ونفس الشيء هني يا غرب حكي معنا، مثل ما قال روحاني، نحن منوقف والإرهاب ومنعمل ومنقاتل والمخدرات يعني هن اللي بيخلقوه. إذن هيدي هن وروها. اثنان، إلى عمي حسن نصر الله، أحلى من هالتهريجي ومن هالتمثيلية، كنت شوف اللبنانيين اللي ساكنين بلبنان وبيطاطوا بالسياسي عاملين لحية تيفرجوك هن مؤمنين بنهج البلاغة. يعني إذا كنت بتسمعني كتير، ما ننقورين كتاب نهج البلاغة، ما ننقورينه. يعني أنا إذا قلي أني قاري بالعربي موجود بزغرتي، وين موجودين غراض أهلي، وين موجودين غراض أهلي، موجود كتاب نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب بالعربي، وعندي بالإنجليزي، بعد بقرا كل ليلة كل ليلة. عمي حسن، إذن كانوا يهرجوا عليك، وآخر التهريجي اللي عمله جبران بيسيل قال عمل لحية، هني مؤمنين بالإمام علي، يعني هني مؤمنين بقبضتك الحديدية والصليح تبعك، اتركهم بالسلطة واعطيهن تيهن سلطة تيسرقوا مال وهني قاعدين بالسلطة. الله طموحاتن لرئاسة الجمهورية، بيعملوا لحى، بيبيعوا كل شيء، بيبيعوا الاستقلال، بيبيعوا السيادة، بيبيعوا القيم، بيبيعوا الإنسان، وشايف لبنان وين وصل. معلش بنرجع لقالي، بس أحلى تهريجة هيدي جديدة علي، يعني عمي حسن وحيات لحيتك وعبيتك اللي حطتها على كتافك عن الله كيه، هيدي تعلمتها جديدة. مرة واحد ببريز محامي من اللي بيستفيد من المال العام، والشقفة اللحمي الكبيرة اخدها من روجيه تمرز، انه فتح مكتب محامات، اش بده كيف بده يمون كيف بده يفوت بالمحامات بفرنسا، الغاية دبر حاله. بيقول لي لك سليمان توني فرنجي كان هون؟ قلت له ايه والله كان هون، عمره ما حكي معي. قال لي أنا كنت بحب شوف يقبرني شو هالإنساني الكبير، لأنه أنا وديت جبت هديتي وديها البيو على لبنان مع فلان، رايح جيت لعنده على الأوتيل رايح على لبنان، هو بيكون تلفله، يعني بيكون هيدا اللبناني اللي بالأوتيل بيعرفوا لهالمحامي فبيتلفله، قالوا في قصة بإهدين وهيقتها صويرة وقتل توني باك فرنجي وعائلته. قال لي أنا حامل الهدية وجاي على الأوتيل مشان أعطيه هالهدية تياخذها لتوني باك، يا ريت شفتوا لي بس تعطيها الهدية اللي السه موجودة عنده زكرة تعطيها البيع. قلت له أبتي، مثل ما قال السيد المسيح، لقد تم الكتاب عنده. هذا الاحتيال اللبناني الوصول على كرامته وعلى شرفه وعلى كل شيء، هذا اللي شفته من يومين أكبر من روسه. عمي حسين، واحد متعين بوزارة الخارجية كيف فيت ما بعرف، بفهم من الأمر من اللبنانيين اللي شفتن هون انه كل حياته قضيها بين انصل بلوس انجلوس، كان انصل بنيويورك بهيك الوقت،
انه عيش بامريكا كل حياته، يعني عيش على الدوله الامريكيه، التيكت والسفر وعيش وعطينه معيش وبيت حكيس هالدوله، والناس بلبنان بالحرب اكانوا مسيحيين ام مسلمين عم بيموتوا حول مبادئهم. مقتنعين كلهم بلبنان عم بيموتوا من اجل قضيه لبنان. هو يقعد عم بياخذ المعيش وعم بيتنعم، حتى عينوه سفير بواشنطن. عمي حسن، انت ونبيه بري بتعرف اكثر مني بكتير، فيك تسال نبيه بري مع حفظ الالقاب. ايه نبيه بري له كلمه. قلت لي كيف؟ بيجي السفير الامريكي، اكانت سفيره ام كان سفير، بيجتمع فيه بيحكي هو وياه، هول الن قيمه. شو النية بالسر تبع نبيه بري اللي عم يحكي فيه؟ هني ما بيهمني يعرف وسمعه. وشو نيتن هن شو عم بيحكي نبيه بري؟ ما حدا بيعرف. مثلا ميشيل باك معوض، شفنا الصور، اجتمع مع المفاتيح تبع وزارة الخارجية الأمريكية لملف الشرق الأوسط وملف لبنان، كده قدام عيني، يعني ما بقى يصير أعلى من هيك رتبة، وهن اللي بيوضعوا التخطيط لهالمنطقة. شو رأيهم فيه؟ بالصور فرجونا بيحترموه. شو اللي عم بيقولوا واثقين منه؟ وشو هو وشو هني عم بيقولوا ميشيل باك معوض واثق فيهن؟ مين اللي بيعرف؟ قال له انت بنية وانا بنية ورب العالمين بنية. بس هيدا الوصولية والسفالة والانبطوح تنوصل ليها، هيدي إسا أعلى مني بكتير. أبتاه لم يكتمل الكتاب بعد هالشي اللي شفته. شو اللي شفته يا عمي حسن أنت ونبيه بره؟ أنطوان جديد عينوه سفير بواشنطن، يعني شو بده يطلع منه؟ شو بيقدر يأثر على سياسة واشنطن؟ قلنا لك اللي بيروحوا لعند نبيه بره السفراء ويلي اجتمع فيهن ميشيل باك معوض، هول الأساس. حكيت لك هي مثل ما هي، ما حدا بيقدر يغير فيرجول فاصلة بأي تخطيط للشرق الأوسط أو للبنان لأي إدارة أمريكية موجودة. هذا البلان تبعنا، هذا المخطط تبعنا اللي بنمشي عليه. إذن ما حدا بيقدر يخدم حدا. بس طالما عم تعطوني معيش، انتو دولة لبنان وعطيني بيت وقاعد وسيارة وشوفير وانا سفير، وبيجوا هاللبنانيين كان رئيس وزارة وكان رئيس جمهورية والكان وزير والكان كذا، بعملن ريسبشن عندي بالسفارة على كيس الدولة اللبنانية، وبيعزموني بالسر على العشاء، بجي انا ومدامتي بقعد على العشاء، انه هني بدن ياخدوا الاسرار مني. اي اسرار عندي؟ اكتر من اكبر اثنين لبنانيين مع الميل، واحد من نيجيريا وواحد من لبنان، قبل عملها بالسعودية وبعدين كف عليها بلبنان. أكتر ما قال إنه بيت بوش بجابته، مات الرئيس جورج بوش ومرته ما شفناه بالجناز، معتبروه من العيلة من الصدقات. هلا هو بده يكذب علينا، أنا جاني الدعوة بس أنا كنت مريض ما رحت. هذا كلام لبناني بولشت بيقولوا له بأمريكا، ما بينقبض ما بينصرب بمحال. التاني أنا بيت كلينتون بجابته، جابتو بيل كلينتون وهيلاري كلينتون، ما عاد يو فيزا على أمريكا تيجي. آخر مرة وزعلان وبدي بيع بيتي بلوس أنجلوس وبعمل كل هذا ما بينفع. ما حدا بيقدر يغير سياسة أمريكا. شو اللي صار؟ معرولة حداد يلي بتعمل برنامج السياسي بالصباح بتلفزيون المستقبل، بيجي أنطوان جديد عمل لك لحية ولعمي حسن ليك والنبيه بالرأي، عمره فوق ال 65 سنة. ليش؟ لأنه مرة الجرايد كتبت أنه نبيه بري ممكن يعطيه مركز وزارة بالوزارة الحالية يلي ماشية، فهلأ جاي في تأليف وزارة بركي بتعمل. أي ملكن لحية يضحك عليكم؟ للحية ولا عمي، واحد عايش كل عمره على ميل العين بلبنان، كل عمره عايش وتنعم وانعزم لأنه بمركز الدولة اللبنانية وبالميل العين. وإلا مين بده يعزمه عبيته ومين بده يكرمه؟ بتقلي ليش ما بتعمل مثله؟ صغرتها ما بتهيئ. لو بتهيئ كنت عملت مثله بباريس وبلندن وخدتن كلهم، خدتن بشوية الميل الأحمر وفوتن على البنك حطيتن بحسابه.
أول لبناني تعرف على رفيق الحريري من خارج ولاد زيطة اللي جابه نسألهم، كان مكتبه ببوردو غليشي يعني بباب التبانة. أنا ركبت معه بالروز روز وجيت، ما بعرف أقول له أنه أنا بدي أشتغل. كيف تعرف هي؟ بدك تكون رابي ببيروت الكبرى. لك أنطوان جديد على التمثيلية. عمي حسن بن صحيح، أنت ونبي بري اللي بتستقبلوه لواحد عن يضحك عليك نقول باللحية بهالعمر. هاي اللحية انعملت للممثلين السينما بهوليوود عمرين 20-22، بين 20 و30 سنة ترك لحيته وقد كل واحد بده يعمل لحية. صور كل واحد بده يعمل لحية يعني مش بطلبق اللحية لكل واحد. تأمل لي رجال فوق 65 سنة روح على التقاعد قولتي غشك يضحك عليك انت ونبيه بره. عليكم بعض اللبنانيين قداش كن سيفلين تتوصلوا ع عرضكن ع وطنكن ع كرامتكن ع استقلال ع الكيان ع كل شي بتبيعه تتاخدوا مركز. كلمة التانية، وضعكن بلبنان صعب كتير سياسيا، وضعكن صعب كتير، منكن خارج الأزمة أكبر منكن بالمنطقة، واقتصاديا مثلا مصر ما بدي احكي عن الفساد والمصاريف يلي كلها بتنعمل، بدي احكي مصاريف مصرف لبنان والتعيينات هذا كله ما بدي احكي عنه، والمعيشات ممنوع يدين، قانون النقد والتسليف ما لك حق تدين الدولة وما لك حق تدين. شو بدهم يعملوا هلا؟ يقلبوا السندات. عم نعطيك 3%، ما في 3%، هلا صار في 2.75. نعطيك 6 يقلبوا لنا السندات عكس الشعب اللبناني، واني انا اللي بنظم. رياض سلامي بفوت على الحبس اذا في دولة، في دولة وفي قاضي وفي قاضي وفي تفتيش مالي كبير بفوت على الحبس، يفوت على الحبس. اولا بدكن موارد، كل وحده بيشتغل بروت مثل ما عملناها بامريكا، بتشتغل بروت امريكا بتدفع ضريبه هوني، بدك تدفع ضريبه بامريكا. اللوتو بتدفع ضريبه بلبنان، بدك تدفع ضريبه عن نيجيريا. هذا شيء اللبناني مين ما كان يكون، طه ونجيب مئاتي وكل اللي قاعدين بمونتو كارلو وحويلة مونتو كارلو وبأوروبا، أصلا تجديد الفيز تبعا تيضلوا موجودين، هيدي عيب بحق فرنسا. وليكو وين وصلت فرنسا، ليكو فرنسا وين وصلت، لأنه هالأخطاء اللي بتعملها فرنسا أنا مني شايفها، منا دولة صورت ارتفيشل دولة. نحن ما بنقدر نجدد لك، بدك تروح على لبنان تطلب فيزا من هونيك، وما لك حق تقعد أكتر من 90 يوم، بدك تطلب ترجع تفوت تقعد 90 يوم. 181 يوم بالسنة بدك تدفع تاكس. وصلوا بلادن لك وين وصلوا. كل لبناني بيشتغل برو او بتلغي له جنسيته اللبنانية والله معه، او بده يدفع ضريبة عن مدخوله برو. هذا اذا بكن تبنوا بلد. كل الريفيست قلت لك عمره فوق 65 سنة عمل كن لحية عند رولا حديد تيفرجيك أنطوان جديد. ايش بك كن تشوفه أكتور؟ لك يا عمي وينو فرانسوا زيادة؟ لك ويني هالعقول اللبنانية؟ وينني هالمحررين تبع جريدة النهار أمسيال نبيل بومنصف غسيل حجار راجخ خوري ولا عم يكتبوا مثل ما أنا عم بحكي؟ سولانج تبع جريدة الجمهورية ولك اكتبوا اللي مثل ما أنا عم بحكي على الريفيس تفضحوه، طالبوا بضرائب على برا إنها تندفع هون. هلأ بالنسبة غير الضرائب للمعارضة السورية والمعارضة اللبنانية، الوطنيين السوريين والوطنيين اللبنانيين اللي مؤمنين بوطنهم والوطنيين العراقيين، ما قلكن إلا فرد حال، ما عدتوا لوكال، صرتوا جزء من الهلال الخصيب. شو شايفين للهلال الخصيب؟ ابدوا رأيكم. ما عندكم خيار، او بتعلنوا الحرب وبتسكروا مثل منكن وبتقعدوا بفقركن وبتعتيركن وبظلمكن وبالجهل تبعكن وبالتخلف وبالامراض اللي بدها تعم عليكم،
ما بتقعدوا مع دولة إسرائيل أو بتفتحوا على دولة إسرائيل وبتبنوا مستقبل أكبر وأهم. بالنسبة لدولة إسرائيل بتعرف كتير منيح إن هي الدولة القوية بالمنطقة، مش بس بالمنطقة، بالشرق الأوسط كله، وقادر تعمل حروب وقت اللي بتريد وعلى عدة جبهات مش جبهة واحدة، والحرب وقت اللي بدها تنحشر فيها بتكلفها 3 ضوئي مش 4 ضوئي، واش بتكن من الحكي، عندها تكنولوجيا رهيبة. طيب أو بتنفتحوا علي وبتقبلوا أشياء بتقول، أو بتكفوا هيك كفوا ليكوا الوضع لينا 50 سنة هيك، لوين بدنا نوصل؟ أنا عم بحكي بعقل، ليه الإسرائيليين محتاجيني وليه بدن واحد مثلي؟ عندن ملايين مثل حافظ الأسد ومثل صدام حسين ومثل معمر القذافي ومثل النظام الملالي بإيران واللي تحت الأمبريلا تبعو مكموشين مضبوطين من حسن نصر الله ولحيته وعبيته مكموشين. إذن رولا حداد كنت تمنيت عليكي بدها موقف الدنيا، الدنيا كلها تساوي وقفة وعز، بتقولي له إذا بتحلق ضأنك أنا مستقبلك. هيدي انتهازية صارت بلبنان عم تحكي فيها الناس، وما ليك بهالعمر ما وعجبه الله معه، شو بده يحكي عن أمريكا؟ شو بده يحكي؟ شو بيقدر يمون على السياسة الأمريكية؟ بركي بيعرف أكثر مني، قولوا لي إيش. قلت لكم شفنا الصور، وهي الصور الحقيقية، هال بإيد المفاتيح. ميشيل باك معود شو عرض عليهم؟ هني اقتنعوا أو ما اقتنعوا؟ ليه رح يقولوا له اقتنعنا وليه رح يقولوا له ما اقتنعنا؟ بهالاجتماع هيدا شفنا أنهم بيحترموه، بالاجتماع التاني منشوف إذا كان اللي حكاه له قيمة عندهم أو ما له قيمة عندهم. هو اللي عليه عمل واجباته، هن اللي عليهم عملوا واجباتهم، طنعوا بهالحكي، سمعوا لهالحكي، لا يهم هالحكي مفيد للسياسة الأمريكية شي هن بيعرفوا، ليه انتو ليه أنا ولا حدا فيه يعرفه. اتفقنا؟ أهلا وسهلا فيكم. الوضع الاقتصادي تبعكن كبير كتير، مصرف لبنان هو بتدين، شغلة خطرة كتير. أما أنتوا اللي بتاخدوا معيشات بيضلوا يعطوكن معيشات، واللي على التقاعد بيضلوا يعطوكن، بيطبعوا لكن وبيعطوكن، بس كنتوا بمبلغ معين تعبوا البراد على جمعة. هلأ كل المبلغ اللي بده يصير بإيدكن اللي بيدفعوا لكن إياه بالشهر بيعبي لكن البراد على 5 أيام. شو بتعمله؟ إحنا معينين بالوظيفة وهذا معيشة، شو بقدر بعمل لك يعني؟ هيدي هي كلها سوي. شكرا وألف شكر، قلت لكم ياهن كلهم، إن شاء الله تسمعوا، إن شاء الله تسمعوا. المثقفين اللبنانيين في دور عليكن كبير. هيدي هالتمثيلية تبع أنطوان جديد مع رولا حداد، يعني ما بقى يصير في، يعني هيدي قلت لكم نسيني الهدية، قال لي أنا هالهدية وبعد عندي محفظة، شو حنون، شو بيحب طوني باك حرام. شو بيقول؟ مالي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب صيف الدولة الأمم. أوف عليك السياسيين اللبنانيين، أوف الدشكن خفيف، مرة سبتوا هيك إنكن جديين، مرة سبتوا لنا بس يا عمي خوتركم.